أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني ومعانا ضيف مهم جدا وعزيز على قلبي أنا شخصيا، الأستاذ أحمد الشويق المحامي بالنقد. معالي المستشار، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، منور برنامج، منور قناة صحة وجمال، ومنور برنامج مع المستشار. يا أهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج ومعدينه إن شاء الله. الله يخليك. معالي المستشار، خلينا كده نوجه أول أسئلتنا النهارده، موضوع الحلقة عن إيصال الأمانة. نوجه أول أسئلتنا، إيه هي الإيصالات المضروبة دي؟ او كتير. الامريكاني ده كتير. ده كتير، ناس كتير قوي بتشتكي من الموضوع ده، عارف، بيلاقوا كمان عليهم قضايا، يعني ممكن الواحد يتمسك في كمين يلاقي عليه 20 30 ممكن نقول 60 مثلا قضيه نفس الاسم بنفس كل حاجه، ايصالات هو ما يعرفش عنها حاجه، ليس لها حقيقه. هو ده الموضوع ده يتوقف في حالتين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع ده لما يكون احد الاشخاص وهيلاقي عنده كميه احكام موجوده في احد الكمائن او جاله مثلا اشتباه في الاسم، ممكن يكون في اشتباه نظرا لوجود حاليا دلوقتي بيثبتوا القضايا اللي هي موجوده دي بالرقم الاسم الثلاثي، اسم الثلاثي فقط بس. فاي حد من السلطه التنفيذيه بيشوف اسمه ثلاثي ويقبض عليه. وعندما تثبت بانك ليس صاحب الشأن، اقدر اثبت ازاي بقى يا فندم؟ تثبت انك انت صاحب الشأن او عدم او مش صاحب الشأن في حالتين. اولا العنوان بتاع المتهم الحقيقي، هتجيب صوره من القضيه، الرقم القومي الموجود في ايصال الامانه اللي هو موجود ومحرر به هذه الجنحه. لو تطابق الرقم القومي مع الاسم الثلاثي مع محل الاقامه يبقى هو الفاعل الاصلي بالنسبه للايصال. ولكن احيانا بيكون هذا الامر متوقف فيه على حاجه واحده، صحه التوقيع من عدم. هل التوقيع ده اللي هو مزيل به الايصال هل بالفعل صدر من صاحب الشان او المنوط به الاتهام حاليا ولا لا؟ في ناس كتير قوي بتاخد البيانات صوت البطاقه ويكون في بينهم وبعضهم عداء، فمن السهل جدا انه يقلد التوقيع الخاص به، ولكن مش هيجيبه بالطريقه الاحترافيه القانونيه. الطب الشرعي عندنا بيبين الكلام ده. الطب الشرعي حاليا بالاشياء المحدثه حاليا اللي هو في اجهزه حديثه بتبين عما اذا كان التوقيع ده توقيع ولا لا، ولكن احيانا تخطئ بنسبه 5%. احيانا تخطئ ليه؟ الخبير ممكن من السهل جدا يجي يسأل الطاعن على التوقيع بعض الأسئلة ممكن يستشك فيها ان هو الواقع او ما وقعش بدون ان يجري عملية المضاهاة، وفي هذا الامر سيظلم صاحب الشأن في هذا الامر ويظلم المتهم، وبعد كده هو بالنسبة له اصبح ما بين قوسين او ادنى انه لازم يسدد هذه القيمة او خلافه. تيجي ترجع للمحكمة تقول له انا عايز لجنة ثلاثية التوقيع مش توقيعي، وهو متأكد انه لم يقم بالتوقيع على هذا الإيصال. المحكمة للأسف الشديد نظرا للتعليمات الحديثة اللي موجودة في من وزارة العدل انجاز كافة القضايا المنظورة امامها، ممكن تقبل او لا تقبل، يعني ممكن تقبله بس او ما تقبلوش. بس معالي المستشار، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في جزئية ان هو لو إيصال أمانة ومتقدم الأصل، متقدم الاصل عشان اقدر اطعن عليه بالتزوير او اطعن عليه في الصلب او التوقيع، كلام حضرتك كده صح كده؟ تمام. لكن انا بتكلم ان الايصال اللي هو المضروب او الايصال الامريكاني او القضيه الامريكاني ديت اللي هي الصوره، بيقدموا صوره، بالصوره بيقدموا صور في كل المحاكم، في كل المحاكم، وهو بالنسبه له كل اجراءات التقاضي الخاصه به. هذا الامر معروض حاليا دلوقتي امام المحاكم بكثره وامام النيابات بكثره، ان هو يجي يقدم صوره من ايصال الامانه في محضر شرطه، لكن جنحه مباشره لا، في صوره، الصوره اللي هو بيقدمها دي بيعمل فيها معارضه واستئناف ومعارضه استئنافيه، وممكن يصبح الحكم نهائي. لو هناك توصل الى ايه؟ توصل الى احد الاشخاص ويكون ليه توكيل للمتهم. المتهم اذا كان عامل توكيل لمحامي او غير محامي ممكن من السهل جدا، اي مواطن عادي لو انا عامله توكيل ممكن من السهل جدا ان يقوم بالاقرار بالمعارضه والاستئناف والمعارضه الاستئنافيه، واصبحت انا اعاني من حكم نهائي والمحكمه قانون لم يطعن على الصوره اللي هي موجوده، ولم يلزم مقدم الايصال بتقديم الاصل، فاصبح بالنسبه لي موضوع انتهى. وهذا الموضوع بكثره حاليا، وهذا الامر
سيحسم في خلال الايام القادمه بفضل تعليمات النائب العام الجديده بخصوص هذا الامر. مستشار حماده الصاوي. مستشار حماده الصاوي ان هو يصدر تعليمات بخصوص هذا الموضوع، لانه لابد من ايداع صوره من البطاقه الخاصه بالنسبه للمعارض. لازم وقت المعارضه يقدم صوره بطاقه، وقت الاستئناف يقدم صوره بطاقه، وميكنه جميع الاحكام اللي موجوده كلها بالبيانات كلها بالكامل برقم البطاقه القومي. يعني حضرتك دلوقتي لو جبت صوره بطاقه بتاعت واحد وعملت فيها الاسم في التعديل كصوره بطاقه، بيكشفها الموظف الموجود على جهاز الكمبيوتر، لان هو تم ربط جهاز الكمبيوتر الخاص بالنسبه للمحاكم بالسجلات المدنيه. طيب انا دلوقتي يعني هو الموضوع برضو يعني عايزين نحله من جذره. يعني انا دلوقتي موضوع الاصالات المضروبه ده زي ما احنا قلنا هو كتر، لكن انا دلوقتي حضرتك اللي بتكلم فيه الحل فيما بعد بقى في قدام المحكمه، وبعد ما تاخد جلسه وتاخد حكم غيابي وبعد كده انا اعمل معارضه والكلام من ده كله. لابد من اعلان. هل لي حل؟ لابد من اعلان صاحب الشان اعلانا قانونيا. اعلان قانونا ليس جهه الاداره. جهه الاداره ده بالنسبه لهم هتلاقي اختار عن طريق البريد وممكن يصل ولا يصل. وفي اغلب المحضرين عمره ما يقدر ان هو يكفي او انه ينزل لكل الناس المعلن اليها او الناس اللي هي موجوده معاه. فنسبه 90% من المحضرين بيعمل هذه الاعلانات عن طريق جهه الاداره. اعلان مكتبي. اعلان مكتبي. جهه الاداره ولا يصل. اعلان جهه الاداره يعني يعلن المامور الاسم اللي هو تابع ليه محل اقامه المتهم. فاصبح بالنسبه له عمره مامور الاسم ما يصل له اعلان بهذا الامر وان هو يروح يخبط على كل واحد على بابه. ونظرا لغياب الوعي القانوني لدى المواطنين حاليا في الوقت الحالي، لما يجي اي حد مسؤول شيخ الحاره او المحضر او الكلام ده كله او اي مسؤول قانوني بيخبط على بابه يقول له والله ده انت ليك اعلان، يقول له لا انا مش موجود، يبقى هو اللي بيرد عليه. ما يتطرقش ان هو يصل الى الاعلان اللي هو موجود ده بيقول له ده بتاع ايه ويصل الى محاميه. للاسف الشديد عدم الوعي القانوني لدى المواطنين هو سبب من ضمن هذه الاسباب. ونجيبها بالمثال البسيط يعني حتى المشاهد يقتنع بهذا الامر. لو هو بالنسبه له عايز يكتب عقد ايجار بيروح يجيب اي حد من زمايله اللي هم متعلمين ويقول له اكتب لي البيانات بتاعت عقد الايجار ويجيب عقد ايجار من المكتبه. لكن لا يفقه هذا الكاتب اللي هو متعلم ده اذا كان هذا القانون الذي يكتبه قانون تابع لقانون 164 ولا القانون القديم ولا محدد المده او غير محدد المده، الكلام ده كله هو يجهله. ولكن عندما ياتي الى مكتب محامي متخصص بهذا الامر ويكتب له البيانات حتى البنود اللي فيه لو في بند فاسخ او في بتاع كده ده بيفرق في الموضوع. يفرق في هذا الموضوع. اي محامي او اي مواطن خارج جمهوريه مصر العربيه له محامي زي ما هو ليه دكتور. ما احنا كده بقى عشان كده احنا عملنا يعني البرنامج ده علشان الثقافه القانونيه وزياده الوعي القانوني عند الناس، يعني باستضافه طبعا اهل الخبره اللي زي حضرتك يقدموا المعلومه السهله للمشاهد. ده اكيد ده كده برضو اكيد فيها استفاده قانونيه كتيره بالنسبه لهم يعني، والمفروض يتفاعل برضو مع المواطنين بخصوص هذا الامر وخصوص البرنامج ده تحديدا، ان هو عندما يتفاعلوا معاه هو المستفيد الاول والاخير. بالظبط كده احنا خلصنا بقى موضوع الاصالات المضروبه، نخش بقى الايصال الصلب نفسه بقى صلب الموضوع الحلقه النهارده. انا عشان اكتب ايصال امانه بشكل صحيح ايه اللي المفروض اعمله ايه اللي المفروض ما اعملوش؟ هناك عده بيانات مدونه في الايصال المطبوع. وفي احيانا الناس بتوقع على ايصالات او على ورقه على بياض وهذا لا يعتد ايصال امانه. ناتي الى الجزئيه الاولى وهي الخاصه بالنسبه الى البيانات اللي هي موجوده. لابد من ملء البيانات الموجوده في داخل الايصال كلها بالكامل حتى لا نعطي الفرصه الى من هو مستلم الايصال لايداع مبالغ نقديه طائله تعجزني فيما بعد. وانا وقعت على هذا الموضوع. مش كل الناس اللي تقدر تثبت ان التوقيع ده حصل على بياض. مش كل الناس اللي تقدر تثبت او كل المحامين كمان ما تقدرش تثبت ان هذا التوقيع هو توقيعه صحيح. مش هتقدر تثبت ان هو هذا التوقيع تم توقيعه قبل تحرير البيانات اللي هي موجوده. وفي ناس اصلا ما بتبلغش المحامي بتاعها اذا كان ممضي على بياض او مش أو لا هو بالنسبه له هو الغالب الاعم بنسبه 70 80% يجي يقول انا ما مضيتش. وفي الاخر يطعم بالتزوير. اقرب شيء يتخذه المحامي
هيقوم بالطعن بالتزوير. طعن بالتزوير ياتي بان هذه التوقيع توقيع صحيح. وعندما ياتي التوقيع صحيح فغلت يده وغلت يد القاضي في هذا الامر. فاصبح بالنسبه لك انت بتقول مش توقيع واصبح في توقيع، الجهه الفنيه اثبتت انه توقيع، يبقى انت بالنسبه لك ليك طلبات ايه؟ بعد كده يجي المواطن يقول لك معلش اصل انا نسيت، اصل انا ما اعرفش، عشان كده انا ما قلتلكش. فاصبح بالنسبه له لابد من اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه الاول قبل الطعن بالتزوير، قبل الطعن بالتزوير، حتى لو نفوت الفرصه للدفاع الحاضر عنه ان هو يجي، وحتى لا نغل يد القاضي في اصدار امر بالبراءه. لو هو صدر بالنسبه له قرار وحكمه بالبراءه بناء على ايه؟ في ناس كتير قوي بتاخد براءات في هذا الامر، وفي بعض الساده المستشارين بيدوا احكام براءات في هذا الامر بسبب انتفاء ركن التسليم. لا ركن التسليم ده بقى نجيله في جزئيه تانية خالص، لان ده ايه يعني عايز وقت معين، بس احنا عايزين نفس السؤال هو نكمل بقى عليه. لابد من بياناته، بيانات كلها بالكامل، في نصائح تانية برقم البطاقه، الرقم القومي، البيانات بتاعته كلها بالكامل، يعرف مين هو المستلم لهذا الايصال. ما برضه ما في البيانات دي اللي هي موجوده، لابد ان يكون الشخص اللي هو ليه المديونيه او الشخص الدائن. ازاي انك انت تامن نفسك وان صاحب الشان ده ما يجيش بكره وبعده انه ياكل حقك وان هو ما يديلكش قيمه الايصال. لابد ان يجعل التوقيع والبصمه المزيلين في اسفل الايصال محررين بنفس القلم والمداد اللي هو موجود في نفس الوقت اللي هو حرر به البيانات الصلب كلها بالكامل. لو الشخص اللي هو المدين اللي هو اللي عليه الفلوس او اللي استلم الفلوس ان ده بالنسبه له كتب كل البيانات اللي موجوده في الايصال والامضاء والتوقيع والبصمه، اصبح بالنسبه لك هذا الايصال صحيح 100%، ولا يجوز لاي شخص كان استخدام اي طريقه او احتيال قانوني على هذا الامر. لا ما يقدرش يطعن عليه بالتزوير بان التوقيع سابق لموضوع الصلب، او التوقيع لاحق للصلب، او ان الايصال مزير على بياض، او الكلام ده كله اللي هو يصار امام المحكمه، او يقول ان هو انتفاء ركن التسليم. انتفاء ركن التسليم ده شيء اهم ما في الموضوع عندما ناتي اليه في النقطه التي تشرح حضرتك يعني. طيب يعني نفهمه من حضرتك دلوقتي ان احنا لازم نكتب الايصال كله بالكامل، نفس القلم بالكامل، نفس الميدان بنفس القلم، بنفس الخط بنفس الخط، سواء خط الدائن او المدين. تفرق في حاجه؟ تفرق. لو المدين هو اللي كتبه دي حجيه اكتر عليه، يبقى توقيع فوق. لا هنوضح بقى للمشاهد عشان الناس بتتلخبط ما بين المدين والدائن. ما هو الدائن المدين اللي هو المستلم، اللي استلم الفلوس. المدين اللي هو استلم الفلوس اللي هو عليه الدين، تمام، والوقع على الايصال من مزيل من تحت، تمام. ولكن الدائن اللي انا ليا انا المبالغ الماليه، تمام، بالظبط كده، تمام تمام. ولابد ان يكون هناك طرف ثالث في الايصالات المطبوعه دي. لابد ان يكون هناك طرف ثالث. الطرف الثالث لا يجوز ان يكون اب او اخ او زوجه او زوج او اي حد موجود معاك في نفس العقار، اي صله قرابه، اي صله قرابه بالنسبه لك في نفس العقار. ليه؟ انا اديت محمد بيه اديته مبلغ 100,000 جنيه عشان يسلمهم لابني، ايهما اقرب؟ ابني ولا الشخص التاني ولا الشخص المستلم؟ طب ما هو ابني مقيم معايا في نفس العقار ومقيم معايا في نفس البيت، يبقى ازاي ان هو استلم مني عشان يسلم؟ يبقى اصبح دي قرينه. وللاسف برضو بعض الناس مش بتفهمها كويس قوي، وما تنفعش تثار في المحكمه. بتيجي مثلا كوسيله دفاع بتبقى مهزوزه شويه، ولكن بتؤخذ بها في محاكم كثيره ان انا بالنسبه لي دليل على انتفاء ركن التسليم الخاص بي. اللي هو يعني ممكن نقول القاضي بيعتبرها مثلا عدم معقوليه. عدم معقوليه خالص. انت ازاي في نفس المبنى في نفس الشقه مثلا وهتدي فلوس عشان يسلمها لابنك اللي في الاوضه الثانيه اللي جنبه؟ برافو عليك. صح كده؟ برافو عليك. الحاجه دي كمان بتثار اكتر فين يا محمد بيه؟ عندما ياتي احد الاشخاص وعايز يجهز بنته ويروح ياخد مثلا جهاز اوضه نوم ولا اوضه سفره ولا ثلاجه ولا غساله ولا بوتاجاز، بيجي نفاجئ بان هو بيوقع على عده ايصالات امانه كاقساط. فهو الشخص نفسه صاحب المحل ده او صاحب المكان بيقول له دي كمبيالات.
فهو من نفسه نظرا للجهل بالقانون يقول له الكمبيالة. الكمبيالة بكام؟ الكمبيالة ب 100 جنيه. ال 100 جنيه دي بيكتب 100 جنيه وبس، ما بيفقطش 100 جنيه وما يرضاش صاحب الشأن ان هو يخليه يمضي لها 100 جنيه او يفقطها باللغة العربية 100 جنيه، لا يسيبها له يكتبها بقى هو 100,000 جنيه 10,000 جنيه 1000 جنيه على حسب ما هو يشوف، لانه عمره ما هيجي يرفع قضيه بخصوص هذا الامر ب 100 جنيه ولا هيرفعها ب 1000 جنيه. هتكلفه؟ لا هيكلفها اكتر، هيرفع ايصال ب 100,000 جنيه او ب 10,000 جنيه قيمه المديونيه الخاصه به. وكثرت هذه القضايا من هذا الشكل اللي هي بتاعت الايصال. لان كان في مشهد الى احد الساده المستشارين في محكمه زينهم، وده راجل يعني ضرب المثال الاعلى للانسانيه والعمل القانوني الصح والاستخدام روح القانون. عندما اتت سيده مسنه اليه على المنصه وقال ان هو مش واحد شاكيها ب 50,000 جنيه وهي القسط بتاعها كان 50 جنيه، فاصبح اجمالي المتاخرات عليه 500 جنيه. فجه المدعي بالحق المدني ومحاميه فبيقول له انت ليك كام مديونيه عندها؟ قالوا لي عندها 50,000. قال له طب دين ربنا كام؟ الحاجات اللي زي كده. قالوا لي عندها 500 جنيه. قال له رفعت الجلسه واخر الجلسه ده انا هنظر. الست ما معاش 500 جنيه. عمل ايه السيد المستشار؟ طلع ال 500 جنيه من جيبه. اتاري هذا الشخص عاوز يحاسب الست على كمان اتعاب المحاماه اللي خدها المحامي بتاعه. وعندما تحدث رئيس الدائره الى الشخص تحدث مع القاضي الواقف وهو المحامي الموجود في هذا التوقيت. قال له حضرتك دلوقتي انتوا عايزين 5,000 جنيه منها وهي ما معاش والمديونيه 500 جنيه. باقي ال 5,000 جنيه دي؟ قال له سعادتك عشان خاطر اتعاب المحاماه اللي دفعها. قال له انت ايه رايك؟ قال له انا اساهم معك في هذا الامر. ال 500 جنيه انا هتنازل عن القضيه وانا هدي له هو اللي عايزه واتعبه اردها له. ده مثال طبعا يعني مشرف للاثنين، للانسانيه للاثنين. مثال مشرف للاثنين سواء القاضي الواقف او القاضي الجالس. يعني هذا الامر، بس مش كل الناس بتعمل كده. بس فيه ولكن لو كان اصر على المبلغ اللي موجود في الايصال، لو اصر على هذا ما كانش في قدام القاضي، كان غلت يده قدامه وغلت يده لازم يحبسها، لازم يديها حبس وما يقدرش يديها ايقاف. طيب احنا معانا بقى سؤال تاني بيقول يعني لو انا معايا ايصال امانه، اول الخطوات او اول الاجراءات، انا واخد ايصال امانه على شخص مثلا، طيب اول الاجراءات او اول الخطوات اللي اعملها ايه؟ اعمل اتوجه لمين ولا اعمل ايه بالظبط؟ لو جه حل الميعاد بتاع تسليم ايصال الامانه او تسليم المبلغ الخاص بي ومعايا انا كراجل دائن معايا هذا الايصال، اتوجه الى المحامي. اتوجه الى المحامي، مش هروح انا من نفسي اسم الشرطه واروح اعمل محضر واقول ان انا بالنسبه لي انا هدي امين الشرطه مبلغ وان هو يعمل لي المحضر ده بخصوصه. ممكن من السهل جدا لفظ او مده معينه تقضي على هذا الايصال، اللي هو التقادم. يعني من امتى الكلام ده حصل؟ هو هيقول له الصراحه، فامين شرطه هيكتب له امين الصراحه من كام ده؟ من سنه، من سنتين. من سنه، من سنتين. طب انت دلوقتي بالنسبه لك في تراخي، خلاص كده في تراخي في بالنسبه للابلاغ، وان هو في سقوط بالنسبه اللي هو الواقع نفسها. خلاص انقضت. يعني هو بالنسبه لها انقضت، لابد ان يتوجه الى محامي لاتخاذ كافه الاجراءات القانونيه بالنسبه لي. بعد ذلك يتم متابعه قضيته في داخل المحكمه برضه مع المحامي، ويحضر نظرا لانه اذا ما كانش هذا الشخص موجود معاه في الجلسه من السهل جدا ممكن التلاعب فيه لتقديم الايصال. لان لازم يكون موجود، لابد وتقديم اصل الايصال موجود في اول جلسه موجوده معاه ويتابع جلسته. ده في حاله لو هو هيعمل المحضر عن طريق محامي، عن طريق محامي يعمله له جنحه مباشره او عن طريق الاسم. اذا هو بيقول انا مثلا امكانياتي لا تسمح ان انا ارفع محامي او كده، وفي برضه من بعض المواطنين ودول قله يعني بخصوص هذا الامر. لو هو اتخذ كافه الاجراءات الحيطه والحذر الاولى اللي احنا قلناها، انه ملى كل البيانات الايصال بالكامل واطرافه المجموعه الاول والثاني والثالث، ممكن من السهل جدا ان هو يصل بس ما يديش الايصال لامين شرطه، يتقدم الى
نائب المأمور او الى ضابط موجود راجل خريج اكاديميه او خريج حقوق اللي هو موجود يقول له انا تنصحني عشان يوجهه للصح يوجهه للصحيح عشان كمان ما يضيعش حقه. احيانا بيروح في ناقص منه بند من ضمن البنود. طب ما هو من السهل جدا ان هو عامل لك المحضر والبند ده انا هستغله كمحامي خصم انه بالنسبه للبيانات اللي هي الناقصه. فلا بد الحرص 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 على كتابه كافه البيانات المدونه بداخل الايصال، ويا ريت ان هو يكون بمداد واحد وباسم المدين وبخط المدين. في ناس بقى بتكلمنا على موضوع كتابه التاريخ على اقصار الامانه. لا يجوز. لا ليه بقى؟ ايصال الامانه بالنسبه له اصبح في هذا التوقيت عباره عن كم بيع. لو هو اتكتب ايصال الامانه انا كتبته مثلا في سنه 2016 ومعادنا متفقين مع بعضينا كمديونيه بالارض يعني. لو كتبنا ان ايصال الامانه ده خاص بقطعه الارض وانه هيسدد في 1/1/2020 عدى عليه اكثر من حوالي 4 سنوات انقضت المده القانونيه. ولا يجوز كتابه عقد بيع والتنويه فيه انه تم تحليل ايصالات امانه بمبلغ 1 2 3. هذا الامر طبعا احنا بنبقى ناشي عن علاقه مدنيه. لا هيمشي علاقه مدنيه مش هيمشي علاقه جنائيه. احنا عايزين نوضح بقى ديت للمشاهد يعني. طيب الفارق ما بين العلاقه المدنيه بالنسبه للايصال والعلاقه الجنائيه بالنسبه للايصال. الايصال اذا تم تحصيله استيفاء لمبلغ استيفاء الى مبلغ سيحل اجله فيما بعد وتم تدوين هذا المبلغ في ورقه مكتوبه عقد بيع تجاره ما بين الطرفين استخدام سلع معينه. يعني انا بالنسبه لي انا اخذت منه عقار وهدي لك ايصال امانه ان انا هسلمك الفلوس دي على اقساط وادي لك الاقساط دي عبارات عن ايصال امانه واكتب لي الايصالات دي هي موجود. نفس موضوع الشيك. فاذا كان هناك شيك رقمي يعني شيك بنكي ومكتوب كافه الارقام بتاعته في داخل العقد هذا الشيك يصبح شيكا مدنيا ليس للمدين او صاحب الشان ان يقاضي هذا الشخص اللي عليه المديونيه الا مدنيا يطالبوا به بالنسبه لسداد المبلغ ويطالبوا بسداد التعويض عن التاخير. طب انا مخرجنا بيقول لك هنطلع فاصل، هنطلع بس فاصل ونرجع نشوف بقى كده موضوع الايصال والشيك. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير وهنرجع تاني عشان نشوف موضوع الايصال والشيك. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني من جديد، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الايصال والشيك الشيك البنكي. معالي المستشار احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم بقى كنت بتكلمنا عن موضوع الشيك البنكي وايه الضمانات اللي هنا وايه الضمانات اللي هنا. عايزين برضو ايه نفهم المشاهد ايه الفرق ما بين ايصال الامانه والشيك البنكي. والشيك البنكي طبعا هو طبعا القانون صدر نظرا لما نعانيه حاليا بالنسبه لموضوع ايصال الامانه. صدر الشيك اللي هو صدر القانون السابق بخصوص موضوع الشيك المكتبي انه تم الغاءه. الشيك المكتبي اصبح ملغي. اما الشيك البنكي هو وايصال الامانه يعني بنقوله ايه حجيه قانونيه واحده. ولكن الاقوى الشيك البنكي. ليه بقى؟ الشيك البنكي لن يصدر الا من صاحب الشان نفسه. الشيك البنكي لا يصدر الا من صاحب الشان نفسه. صاحب الشان اللي هو اسمه على الشيك رقم حسابه والبيانات بتاعته والتوقيع بتاعه والكلام ده كله بيبان كله ده في 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 صلب الشيك. اما ممكن من بالنسبه لايصال الامانه ايصال الامانه ممكن البيانات اللي هي موجوده في داخل الايصال ممكن يتم التلاعب بيها. انا ما اعرفش الشخص نفسه اللي هو وقع بالفعل البطاقه بتاعته سليمه ولا مضروبه بتاعته ولا مش بتاعته. الكلام ده كله ممكن ما سهل جدا انه يحصل هذا الامر. ولكن بالنسبه للشيك الحاجه الوحيده اللي هي ممكن يتم التلاعب فيها وهو التوقيع. وسيظهر عندما يذهب الدائن الى البنك. لما يوصل للبنك هيقول له التوقيع غير مطابق. اصبح هذا الشخص استخدم طرق احتياليه لابتزاز اموال الغير. من السهل جدا ان احنا هنشتكيه بجنحه شيك او جنحه نصب او ايهما. تمام الاثنين مع بعض. ان انا اشتكيه باي حاجه من دول. لو اشتكيته بيهم انا بالنسبه لي توفرت اركان الجريمه في حق المتهم في هذا التوقيع. ايصال الامانه في لغط كتير وهو دعاء دام ركن التسليم، توقيع على بياض،
التوقيع لاحق الى الصلب، التوقيع سابق على الصلب، الكلام ده كله سعادتك يعني يبقى فيه لغط. اما الشيك، الشيك هو بالنسبه له شيك بنكي، يا اما توقيع مش توقيع، والمبلغ لابد ان يحرر، يبقى صادر عن جهه رسميه، بيروح لجهه بيتم تسليم الفلوس في برضه في نفس الجهه في جهه رسميه. ما هو الجهه الرسميه اللي هو البنك، يبقى عندها اعتمادات للتوقعات. البنك، البنك هو مدهوني انا كراجل عميل لدى البنك، فتوقيعي انا موجود لدى البنك. مجرد ان انا اصدر الشيك لاي شخص كان، فيتم الاطلاع عليه من قبل البنك ويقول انه التوقيع مطابق ام غير مطابق، هل هناك رصيد ما فيش رصيد، الكلام ده كله موجود لديه. طب بمناسبه بقى صحه التوقيع، في اقساط الامانه بنلاقي ناس بتمضي فورمه، ما بتكتبش اسمها، هي يعني بتيجي توقع في الاخر بتكتب التوقيع بتاعها، الفورمه اللي هي المعتاده بتاعتها، تنصحهم بايه؟ انصحهم بايه؟ اذا اراد ان يوقع المدين فورمه، يكتب اسمه من فوق ويكتب بيانات الايصال كلها بالكامل. لكن لابد ان هو يكتب اسم ثلاثي. اسم الثلاثي بتاعه موجود، الرباعي كمان. رباعي. رباعي موجود بالنسبه لفوق، ويزيل هذا الامر بالبصمه. ويزيل هذا الامر بالبصمه، دلوقتي مهمه البصمه. البصمه مهمه جدا، ما في تعليمات دلوقتي خاصه بالنسبه للبصمه. في كافه الاجراءات القانونيه، حتى لو انت عندك دكتوراه ابصم في التوقيعات الخاصه بالنسبه للتوكيلات، يبصم. ليه؟ لان دي الفورمه او التوقيع اللي هو من عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي ما يتغيرش عمره ابدا، وهي البصمه، وما تلاقيش فيها تشابه. والبصمه في المضاهاه اسرع واقرب من التوقيع. حقيقي. تمام. طب طالما اتكلمنا بقى عن الايصال والشيك، عايزين نعرف الفرق ما بين التقادم في الايصال الامانه والشيك البنكي، في فرق؟ لا، هما الاثنين بالنسبه لهم يحكمهم قانون واحد. قانون واحد. قانون واحد. ما فيش مشكله. طيب عايزين نتكلم برضو عن مدى حجيه ايصال الامانه اللي هو بيبقى موقع على بياض. بيبقى ليه حجيه قدام القضاء؟ لا حجيه امام القضاء اذا تقاعس الدفاع الحاضر عن الدائن في الدفاع الحاضر عن المدين، اللي هو بالنسبه له الراجل اللي وقع الايصال، اذا تقاعس وقال ان هذا الايصال محرر مني على بياض، فمن السهل جدا ان ياتي بالسلب على هذا الشخص ويتم الحكم عليه وتنفيذ الحكم بالنسبه له. ولكن لابد ان يثار في الدفوع الاولى سواء في المحكمه الجزئيه او محكمه الاستئناف ان هذا الشيك محرر، هذا الايصال محرر على بياض، او برضه ينطبق على الشيك وهذا الشيك محرر على بياض. اذا ثبت من تقرير الطب الشرعي بان هذا الشيك او هذا الايصال محرر على بياض، انتفت اركان الجريمه الخاصه به، وهي خاصه بالنسبه لركن التسليم. اتكلمنا بقى عن ركن التسليم. ركن التسليم. وصلنا بقى للموضوع، ركن التسليم. ركن التسليم وهو من اهم الاركان الخاصه بالنسبه للجريمه المنصوص عليها، وهي الخاصه بالنسبه لجريمه خيانه الامانه. خيانه الامانه لابد ان يتطلب ان يكون الشخص استلم هذا المال على سبيل الوديعه، سبيل الاعاره، او سبيل التسليم الاجاره، او تسلم على سبيل الامانه، يعني انا بودعه عندك بقول لك يا محمد بيه خلي المبلغ ده عندك موجود، ايا كان تسلمت اوراق، مستندات، اذون، مبالغ ماليه. تمام. في هذا التوقيت لو قام الشخص الثاني وثبت بالفعل بانه لم يقم باستلام هذا الامر او هذا الشيء المسلم اليه على سبيل الامانه، يبقى اصبح انتفت اركان التسليم، يبقى لا يعاقب بنص الماده اللي هي 241 الخاصه بالنسبه لموضوع قصه ايصال الامان. لو هو بالنسبه له ما ثبتش الكلام ده ولدى القاضي اللي هو ايصال امانه مملوء بيانات، ولم يثار هذا الامر، اصبح ان هو اضيء بهذا الامر بالنسبه له، خلاص ايصال الامانه ده ايصال امان، انت ما اثرتش هذا. يعني ركن التسليم ده حاجه مهمه او ركن جداً مهم جدا في ايصال الامان، وهو ركن من ضمن الاركان المنصوص عليه، لابد من تسليم او استلام هذا الشخص هذا الشيء
على سبيل الامانه، على سبيل عاريه الاستعمال او سبيل الايجار او سبيل الرهن، او لازم اسلمك شيء معين وتسلم الشيء المعين ده، يبقى في ايه كتابه بخصوصه. طيب لو انا اثبتت دلوقتي ان انا ما استلمتش هذا الامر وهناك شهود بالفعل انا كتبت هذا الايصال وكتبته والناس كانت موجوده، انا ما حدش سلمني فلوس ولكن انا كتبت الايصال ده ضمانا الى اشياء اخرى، ضمانا الى اشياء ضمان ضمان لاشياء اخرى، زي ما هو حاليا دلوقتي الزوجه بتمضي قبل الزواج بيمضوا بجانب القايمه اهليه الزوجه بيمضوا العريس ايصال امان، فاصبح بالنسبه له طال عمر الزواج 5 سنين 10 سنين 15 سنة 20 سنة وحصل خلاف ما بين الطرفين، يروح مطلعين ايصال الامانه ويروح يشتكي بيه. في هذا التوقيت هيملوا البيانات على كيفهم وهيملوا البيانات الباقيه اللي هي الفاضيه على كيفهم بمداد اخر في وقت لاحق، ويجي الرجل ده يستشهد بشهود عقد الزواج اللي هم موجودين وشهود قائمه المنقولات اللي موجوده اللي حررها والناس دي هيمضت عليه، يستشهد بيهم امام المحكمه يقول ان هو هذا الايصال تم توقيعه ضمانا لشيء ما ولم اتسلم سمت مبالغ نقديه المدونه في اصل الايصال، يبقى اندفع ركن التسليم. طيب سؤال بقى بسرعه كده، هل يجوز للقاصر التوقيع على ايصالات الامانه؟ لا دي هي خلي بالك، هو السؤال ده كمان جاي لنا على نفس السؤال بالظبط، جاي لنا على صفحتنا على الفيسبوك، بيقول لي بيقول لك عندي 20 سنه مضيت على وصل امانه، يا ترى هيسجنوني؟ يسجنوك 20 سنه 20 سنه يسجنوك، لان هو السن القانوني 18 سنه لان هو بالنسبه له 18. لا يجوز، او القانون لا ياخذ ولا يعاقب مين الحدث اللي هو اقل من 18 بالنسبه لايصال الامانه، عديم الاهليه، ناقص الاهليه، المكره على التوقيع على الايصال، الاراده تمام، المكره او اذا تحصل على من ايصال الامانه ده من خلال جريمه، او اذا كان قاصر، اذا كان عديم الاهليه مختل عقليا مثلا، ناقص الاهليه تمام، كل الكلام ده لا يحاسب عليه القانون بالنسبه له ايصال الامانه ما ينفعش. يعني لو جه ولد سنه 16 17 سنه وراح استاجر سياره وراح ماضي ايصال امانه وجه صاحب المعرض اللي هو استاجر منه السياره ده ورفع عليه هذا الايصال، هذا الامر لا يقضى فيه بحبس المتهم ولكن عدى 18 سنه يجوز. غير ايصال الامانه في نقطة أهم من هذا الأمر، التبديد الخاص بالنسبة للوصي أو الوصية، إن هو في حالة إدارة شؤون القاصر الصغير، إدارة شؤون القاصر وقامت بتبديد التركة تعاقب بالتبديد وتحبس، سواء الوصية أو الوصي في هذا التوقيت، الوصية طبعا هتكون الأم، ففي أشياء كثيرة يعاقب بها المواطن ولابد ان يكون هناك توعيه بخصوص هذا الامر. ممكن من السهل جدا يجي تقول انا عينوني وصيه على اولاد الصغيرين، يعينوها وصيه وعم الاولاد يدير التركه ويقوم بتبديدها، ومن الذي يعاقب؟ تعاقب الام في هذا التوقيت، عشان خاطر ان هو يتم التنازل منه لابد من بلوغ احد الاشخاص اللي هم الموجودين اللي هم الصغار القصر، ويقول ان انا استلمت كافه مستحقات القانونيه من التركه، وياما ناس كتير اتحبست بجراء هذا الامر وهو التبديل الخاص بيه. طيب احنا دلوقتي عايزين بقى نعرف في ختام الحلقه، عشان ده يمكن يبقى اخر سؤال معانا، ايه هي الايصالات الغير معتد بها؟ الايصالات الغير معتد بها ايصال الامانه الخاص بالنسبه للمكره، ايصال الامانه الخاص المتحصل من جريمه، إيصال الأمانة الخاص بالنسبة للقاصر، إيصال الأمانة المزيل توقيعه على بياض، إيصال الأمانة المزيل توقيع الخاص به على بياض كله بالكامل، إيصال الأمانة الذي ثبت أن التوقيع قد تم تحريره وتوقيعه في أكثر من 3 سنوات، كل الحاجات دي لا يعتد بهذا الإيصال.
وقت الحلقه خلص معايا مستشار، يعني عدى بسرعه عشان انت الوقت معاك ما بيعدي بسرعه. اعزائي المشاهدين انتظرونا الخميس القادم في حلقه جديده من برنامجكم مع المستشار وموضوع جديد. السلام عليكم.